فبين كل فترة والتانية كده بنحاول إن احنا نسيب الاستوديو شوية وننزل لحضراتكم عشان نوضح لكم حقيقة مكان. النهاردة احنا هناخدكم في جولة لسور مجرى العيون. سور مجرى العيون تاريخيا معروف إن اتبنى في عهد ناصر صلاح الدين، وكان الهدف من إنشاؤه في الأساس هو إن يكون قنوات اتصال ما بين نهر النيل، وإنه يوصل المية من نهر النيل للقلعة. وبعد كده اتطور وطوره السلطان قلاوون، وبعد كده السلطان الغوري، عشان يوصل للشكل الأثري الإسلامي المعروف. خلينا نتكلم بصراحة ونقول السنين اللي فاتت كنا بنشوف واللي بيتجول في مصر القديمة كان عارف كويس قوي سور مجرى العيون ده كان شكله عامل إزاي، وما وراء السور، وما وراء السور من مخلفات بقى وأشياء كده يعني لا تصر العين وبتترصب من خلالها أو بينتج عنها مشاكل كتيرة جدا مجتمعية قبل ما تكون حتى بصرية وأثرية وسياحية لينا احنا. فدولة قررت وخدت القرار إن لازم يكون في تطوير لهذه المنطقة. طيب التطوير هنا بيحصل على مرحلتين. المرحلة الأولى هي المرحلة السياحية والأثرية، عشان فعلا سور مجرى العيون يبقى ليه شكل إسلامي وحضاري يليق بمكانة مصر. والشق الثاني أو المحور الثاني هو اللي خاص بالأبنية والمعمار والسكن اللي موجود في منطقة سور مجرى العيون. الحقيقة الشق الأولاني الأثري والسياحي هو فعلا ابتدى الشغل فيه من أول السور كده، لكن احنا هنركز مع حضراتكم في توضيح الشق الأكبر جغرافيا ومكانيا، اللي هو بقى إيه اللي بيحصل في تطوير منطقة سور مجرى العيون اللي القيادة السياسية والدولة خدت القرار إن لازم المنطقة دي ما تفضلش على حالها البائس اللي قبل كده أو السلبي اللي قبل كده. فبالفعل إحنا جينا هنا الموقع عشان نشوف طبيعة العمل، ودايما اتعودت مع حضراتكم إن أنا أنقل الصورة وانقل الحالة اللي موجودة على قد ما بقدر، وعلى قد ما زملائي المصورين وفريق العمل ما بيقدر ان هو ينقل لحضراتكم الواقع الحقيقي للمكان ده. اول ما تدخل المكان هنا حضرتك هتلاقي طاقة عمل وشغف غير عادي، يعني حتى احنا جينا الصبح، وطبيعي الصبح بيبقى الانسان مش بكامل طاقته قوي يعني في البداية، لكن اول ما تخش موقع العمل يجيلك كده طاقة وتحس بشغف غير عادي، وفي حماسة وفي جمل الله ينور ويلا يا رجالة عشان ننجز، وتيجي تسأل كده في الكواليس ليل نهار في شغل وليل نهار في عمل. اللي بيحصل هنا في طفرة وتطور كبير جدا، هنحاول ان احنا خلال الجولة نبين لحضراتكم ولو جزء بسيط من اللي بيحصل، سواء كان في المبنى السكني أو المباني السكنية اللي موجودة، سواء كان في المول التجاري، البازارات اللي هتحصل، التطور السياحي والأثري المخطط من خلال تطوير منطقة سور مجرى العيون. كل ده هنحاول على قد ما نقدر إن احنا ننقله لحضراتكم، عشان كده دايما بقول لكم دائما ابقوا معنا. بداية حقيقة أي مكان بتبدأ من التصميم. المكان هنا بيحتوي على أي فروع أو أي أماكن أو إيه التخطيط ليه؟ عشان كده إحنا معانا لقاء هنبدأ بيه الجولة النهاردة مع المهندس محمد عبد المبين، المدير المكتب الفني هنا للمشروع. مهندس محمد تحياتي لحضرتك. أهلا فيك يا فندم. المشاهد هنا ممكن ما يكونش لسه عارف هو إيه اللي هيحصل في المكان أو إيه اللي حصل كمان، فأنا محتاجة لحضرتك توضح بقى الحقيقة اللي بتحصل على أرض الواقع. هو هنا الارض دي كانت ارض المدابغ زمان، هيتعمل عليها منطقه ترفيهي عباره عن مول تجاري وثقافي ومحلات تجاريه ومسارح وفنادق. المشروع بيتكون من 16 فدان تقريبا بمسطح 52 الف متر مسطح. دور البيزمنت بتاعه عباره عن جراشات بيشيل 1600 عربيه. دور الارض بتاعه والاول محلات تجاريه وفنادق ومحلات تجاريه ومطاعم وسينمات ومسارح. عندي ست سينمات تحت ومسرح بارتفاع دبل هايت، ارتفاع دورين. عندي الدور الاخير خالص عباره عن غرف فندقيه، حوالي 250 غرفه فندقيه. بدايه المشروع ابتدت من 30/6 اللي فات. ان شاء الله متوقع باذن الله مع توجهات الرئاسه، وانا عارف المشروع ده من المشاريع المهمه للدوله،
فان شاء الله التوجه للهيكل بتاعنا يخلص 30/6/22 باذن الله. طبيعه الشغل هنا اخبارها ايه من ساعه ما ابتدت؟ يعني فعلا في فكره ال 24 ساعه المتصله مع بعض؟ طبعا. يعني عايز اعرف من حضرتك طبيعه العمل نفسها، ما شاء الله طاقه العمل هنا طاقه واضحه جدا يعني. احنا عندنا هنا في كذا شركه اساسات عميقه، عندنا حوالي 4100 خازوق بندقهم في المشروع، خلصنا منهم حوالي 60% منهم. احنا شغالين هنا على ورديتين 24 ساعه متصله حتى ايام الجمعه احنا شغالين. عندنا تقريبا خلصنا تقريبا من الهيكل كورت يارد واحد، ده يمثل حوالي 18% من المسطح بالدور البيزمنت بتاعه، متصوب هو اللي ورانا ده دلوقتي. صبينا اساسات تقريبا بتاع كورت يارد واحد واثنين، ده بيمثل حوالي اكتر من 25% من المسطح بتاع المشروع. حضرتك كده فهمت من الكلام ان اي مواطن ممكن يشوف التطور اللي هيحصل في المنطقه هنا بعد سنه؟ خلال سنه ان شاء الله باذن الله. خلال سنه ان شاء الله. في مخططات زمنيه، بمعنى ان ايه اللي متخطط قبل ايه؟ هو الهيكل الخرساني متخطط اللي هو يخلص ان شاء الله 22 باذن الله في شهر 6 اللي جاي، وبعديه على طول بيخش مرحله التشطيبات وذين واحنا شغالين. يعني احنا شغالين هتلاقي التشطيبات ابتدت تشتغل معانا بدايه من كورت واحد واحنا شغالين، واحنا جايين على كورت يارد 9. اكيد وانتم بتشتغلوا في صعوبات غير عاديه. طبعا. ايه بقى؟ الارض فيها مياه سطحيه وجوفيه وفيها طبقات صخر وطبقات في الارض مختلفه كتير، فطبعا واجهتنا صعوبات واحنا بنشتغل في الاساسات العميقه. عندنا الارض بتطلع ميه بكثافه مش طبيعيه، مصعبه شويه، مأخرنا شويه عمليه التأسيسات دي، من الصعوبات اللي قابلنا الفنيه في المشروع. انا بشكر حضرتك مهندس محمد. شكرا. شكرا. حقيقه القصه دايما بتبدا بابطالها، سواء الابطال اللي قررت بالتغيير، او سواء الابطال اللي صممت، او سواء الابطال اللي بتنفذ. عمال مصر ابطالها حقيقه، الجدعان اللي هنا في المشروع. يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا اوضح لحضراتكم الطاقه بتاعتهم والهمه والنشاط والقلب. يعني عايزين نتعرف عليهم، يعني البعض منهم، يعني مش كلهم. حاولنا كده نجمع شويه من عمال مصر الابطال هنا في مشروع سور مجرى العيون، عشان يحكوا لنا اكتر يومهم عامل ازاي، بيشتغلوا كام ساعه، روحهم في المشروع وطاقتهم بتبقى عامله ازاي. عشان كده حابه اتعرف عليك. قطب مختار. يا قطب، احكي لي بقى، انت من اول ما بتيجي هنا الموقع الصبح بتعمل ايه؟ بنلبس مهمتنا وبعد كده بننزل الشغل. ايه بقى المهمه اللي هي الفيس والسيفتي والخوذه؟ وبتعمل ايه بيها عشان ما نطلعش بره؟ عشان السيفتي ما طلعناش. طيب كام ساعه بتشتغلوا؟ 8 ساعات. 8 ساعات. طبيعه عملك هنا ايه؟ بتعمل ايه؟ حداد. إيه الدنيا صعبه هنا؟ لا تمام. انت اشتغلت قبل كده في مشروعات تانية؟ ايوه اشتغلت. إيه هنا ايه المختلف فيه؟ ما فيش مختلف، تمام. نفس الساعات العمل. أيوة. ونفس الجو اللي انت شغال. أيوة. فيه قبل كده في. أيوة. المشروعات التانية. مبسوط وانت بتشتغل هنا؟ مبسوطين الحمد لله. الحمد لله. تعرف على حضرتك؟ احمد محمد. يا عم احمد، بتعمل ايه هنا؟ قول لي. انا هنا نجار مسلح. تمام. اشتغلت قبل كده في مشروعات تانية؟ اشتغلت مشروعات كتير. ايه المختلف هنا؟ والله كل الشغل واحد، كله تعب. كله تعب. تمام. بس هنا في تعب مختلف؟ لا عادي، كل الشغل واحد. بطبيعه العمل وروحكم هنا اخبارها ايه؟ والله تمام، ان كان هنا وهنا فهو الشغل واحد يعني عادي. مبسوط انك مر علينا كتير؟ كويس الحمد لله، الشغل هنا 10 على 10. عارف انت هتضيف ايه للبلد في مرحله كده وانت بتنفذ، ولا انت بتشتغل وخلاص؟ والله انا شغالين برضو، بناكل عيش وفي نفس الوقت يعني وبنحل برضو يومياتنا، يعني الحمد لله ماشيه. ربنا معاك يا رب. اتعرف عليك. عبد الله محمود. يا عبد الله، احكي لي بقى، اول ما بتيجي هنا بتلبس الستره والفيست ده، ايه اللي بيحصل؟ يعني بنتوكل على الله، نشوف اكل عيشنا، نشتغل عشان الامان بنلبسها كده. انت بتشتغل ايه هنا؟ نجار مسلح برضه. برضه نجار مسلح مع عم احمد يعني. كويس معاك ولا لا؟ كويس، اخويا الكبير. الشغل اخباره ايه؟ تمام. كله تمام الحمد لله. مبسوط؟ مبسوطين الحمد لله. الحمد لله يا رب. تعرف على حضرتك؟ رجب ربيع. يا عم رجب، ازي حضرتك؟ الله يخليك. طبيعه عملك ايه هنا؟ حداد مسلح. في شغل مختلف هنا في المشروع عن اي حاجه اشتغلتها؟ لا، كل شغل واحد والله، وكلنا روح واحده هنا.
طيب صحتك بتحافظ عليها ازاي هنا؟ الحمد لله. الحمد لله؟ الحمد لله. مش خايف على نفسك من الكورونا ولا الشغل ولا كلام؟ لا لا. في اجراءات احترازيه انت بتاخدها؟ في اجراءات. في يعني؟ طيب والروح العمل هنا اخبارها ايه؟ كلنا واحد والله. بتبدا من الساعه كام لحد الساعه كام؟ بتبدا من الساعه 7 وبشطب الساعه 4. الله يعوضك. الله يخليك. ربنا يديك الصحه. اتفضل اتعرف عليك. كريم خالد. كريم خالد. يا كريم احكي لي انت بتعمل ايه هنا اول ما بتيجي؟ ننزل من الشغل العربيه نلبس سيفتنا وخوذتنا ونبدا على العمل. انت ماسك ايه هنا؟ حداد مسلل. حداد مسلل. شغال في منطقه معينه ولا بتشتغل في كل المناطق هنا في المشروع؟ لا في كل حته. في كل حته. يعني انت بتبقى داخل المشروع مش عارف هتعمل ايه النهارده ولا بتبقى عارف شغلك؟ لا هو بنيجي كده الكومنده بتاعنا بيشغلنا. مش عايزين تقولوا اي حاجه؟ مش عايزين توصلوا اي حاجه؟ اشكركم. طبعا احنا حاولنا على قد ما نقدر ان احنا نشوف طبيعه العمل هنا. العمال اللي احنا دايما بنقول عمال مصر الابطال اللي دايما بيشتغلوا بضمير وهمه عشان كل المشروعات اللي حضراتكم بتشوفوها مش هنا بس في سور مجرى العيون الحقيقه، لكن في كذا مشروع يمكن نزلناه مع حضراتكم وزملائي كمان نزلوا وشافوا وقد ايه عرفنا على ارض الواقع. الصوره بتبقى مختلفه جدا لما بتكون قاعد في الاستوديو بتتكلم بس عن المشروع من بعيد، لكن على ارض الواقع الصوره بتختلف، الروح بتختلف، حقيقه نفسها بتختلف. ابقوا معنا. في قلب مشروع تطوير سور مجرى العيون وتحديدا منطقة مجرى العيون دي، اي حد عارف بلده كويس قوي هيعرف الحتة اللي احنا واقفين فيها دي كانت عبارة عن ايه. خلينا كده نقول بشجاعة وبصراحة شديدة لان ده كان واقع احنا عايشين فيه، وقبل ما نطور فيه كان الحقيقة بيسبب لنا الكثير من المشاكل. الحتة اللي احنا واقفين فيها دي بالظبط كانت كلها عشش، عشش من الصفيح، كانت فيها معدل جرائم مش بسيط خالص، بنتكلم في عشوائية مفرطة سواء كان في نمط السكن أو في نمط السلوكيات. فإيه اللي حصل؟ إيه التطور الجذري اللي حصل في منطقة يعني مجرى العيون تحديداً، وإيه المخطط ليها في الفترة اللي جاية؟ إحنا في قلب تطوير المشروع نفسه، إحنا بنتكلم في منطقة العمارات، عايزين نعرف تفاصيل أكتر. عشان كده إحنا عايزين نرحب برضو بالمهندس محمد دسوقي مدير مشروع تطوير سور مجرى العيون وعين الصيرة. مهندس محمد تحياتي لحضرتك وأهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم. الكلام اللي أنا بقوله ده كان صح ولا أنا بزود ولا إيه؟ أكتر من كده. أكتر من كده. إيه اللي كان موجود هنا تحديدا؟ حضرتك كان كل المنطقة دي كانت عبارة عن منطقة عشوائية كلها، وكان بيتخللها ورش لأعمال المدابغ بتاعة الجلود. حضرتك ما كنتيش تتخيلي الروائح الكريهة اللي كانت بتصدر هنا من المنطقة، وطفح المجاري وطفح المية بتاعة المدابغ كانت مؤثرة على المنطقة بأكملها. التطوير حصل من إمتى ووصل لفين؟ إحنا فين بالظبط؟ إحنا ورانا القلعة اهي، احنا شايفينها تمام. يعني تمام. انت حضرتك احنا بالنسبه للمشروع بناء على تعليمات القياده السياسيه بالقضاء على جميع المناطق العشوائيه، فكان من ضمن تلك المناطق منطقه سور مجرى العيون وعين الصيره. بالنسبه لمنطقه سور مجرى العيون وعين الصيره، تم عمل بروتوكول تعاون ما بين محافظه القاهره وما بين هيئه المجتمعات العمرانيه لتطوير تلك المناطق. حضرتك احنا اول ما بدانا هنا بدانا في يناير 2021. أول ما بدأنا حضرتك بدأنا قبل ما نفكر في عملية التطوير، فكرنا إزاي نوفر البديل للناس اللي كانت موجودة هنا. بدأنا بتوفير البديل، كل الورش اللي كانت بتاعة المدابغ اللي كانت موجودة هنا وفرنا لها مصانع وورش معمولة على أحدث مستوى في مدينة الروبيكي في مدينة بدر، ووفرنا لهم السكن البديل بجوار عملهم في مدينة بدر. بعد ما وفرنا البديل والناس المقيمة هنا نقلناها، بدأنا نعمل في عملية الإزالات ونقل الأنقاض اللي هي بتاعت المخلفات العشش وشبكة المية اللي كان منصوبها هنا عالي، فبدأنا نشيل المخلفات. حضرتك احنا شلنا من هنا أكتر من 1.5 مليون متر مكعب مخلفات، شلناهم في مدة قياسية لا تتجاوز الثلاث شهور. كام يا فندم؟ 1.5 مليون متر مكعب مخلفات نقلناها من هنا للمقالب العمومية.
كل ده كان هنا، كل ده كان موجود هنا حضرتك، انقاض وكانت موجوده المخلفات هنا. بالرغم من الظروف اللي مرت بها البلاد اللي هي اجراءات جائحه كورونا، الا اننا اخذنا جميع الاجراءات الاحترازيه وكنا بنواصل الليل بالنهار لغايه لما شلنا المليون ونص متر مكعب، 24 ساعه متواصله. حضرتك عندنا برضو عشان الإجراءات الاحترازية هنا عندنا غرفة عزل، عندنا ناس كل العاملين سواء عاملين أو مشرفين أو مهندسين قبل ما بيخشوا بيتم عليهم الكشف، بنقيس لهم درجة الحرارة، بيستلموا الكمامات بتاعتهم وفي البريك بياخدوا كمامة تانية. طيب أنا عايزة برضو يعني أشرح للمشاهد الكريم، هو مش عارف ايه اللي حصل، يعني ايه اللي حصل في ارض الواقع. احنا شايفين يعني صوره من ورانا كده في عمارات وفي مباني، لو حضرتك بس توضح اكتر. حضرتك الكاميرا ما بتكذبش، انت حضرتك شوفي الكاميرا هنا، شوفي المنطقه اللي حوالينا. احنا هنا حضرتك في منطقه العمارات دي، عندي حوالي 79 عماره. مسطح العماره على 600 متر، بيتراوح ارتفاع العماره من ارضي وثلاثه وارضي واربعه وارضي وخمسه وارضي وسته. المسطح بتاع العماره 600 متر على اربع وحدات، كل وحده 120 حوالي 120 متر مسطح. حضرتك خلصنا الهيكل الخرساني كله في وقت قياسي، وان شاء الله على نهايه السنه هنكون مخلصين، وبدنا دلوقتي شغالين في اعمال التشطيب اخر السنه اللي هو كمان 3 شهور. كمان 3 شهور هنخلص الهيكل. 79 عماره تكون متشطبه؟ لا، هيكون الهيكل الخرساني كله خلصان. تمام ان شاء الله. وهتبدا تطرح للبيع؟ هتبدا بقى تطرح للبيت للبيع بعد ما نخلص ان شاء الله. طيب انا في مول تجاري، في بازارات، في مشروعات كده استراتيجيه هتتم هنا. المنطقه هنا دي حضرتك عباره عن 90 فدان. في منطقه، في المنطقه العمارات دي حوالي من 74 فدان. منطقه المول التجاري عباره عن 16 فدان. المول التجاري عبارة عن منطقة هيبقى فيها مسرح، هيبقى فيها منطقة للصناعات الحرفية البسيطة، وكل الشغل بتاعي طالع على الطراز الإسلامي عشان أحافظ على القيمة التاريخية بتاعتي هنا لسور مجرى العيون. طيب الحقيقة أنا عايزة يعني أصطحب حضرتك كده عشان نشوف الوحدات السكنية اللي اتشطبت، وإن احنا نعرف المشاهد أكتر إيه اللي بيحصل يعني هنا تحديداً في منطقة تطوير سور مجرى العيون على أرض الواقع. انت حضرتك احنا ان شاء الله هنروح دلوقتي نشوف، بس الدوله النهارده ما تتاخرش جهد في اي شغل. حضرتك الشغل النهارده اللي بيتعمل في سنه ما كناش بنعمله في 10 سنين دي. انا بس كفايه المخلفات اللي حضرتك قلتها، يعني المخلفات دي لوحدها كان ممكن في سنين قبل كده فاتت نقعد فيها سنين. بالظبط بالظبط، فده وقت قياسي يعني. بالزبط. الله ينور. بالزبط. فاحنا هنشوف كده ونوضح لحضراتكم الحقيقه على ارض الواقع. يلا بينا يا فندم، اتفضل. موقع تطوير العمارات في منطقة سور مجرى العيون. الحقيقة لما بننوي ان دايما يبقى فيه تطوير، الاهم من التطوير هو الفكر اللي موجود فيه. بمعنى دلوقتي احنا في القاهرة القديمة، فبالتالي تطوير العمارات لازم يكون بشكل او باخر مواكب لهوية المكان. يعني حقيقة المكان بتقول ايه؟ بتقول ان هو من العصر الاسلامي وليه باع كبير جدا في الفترة الزمنية الخاصة بالمنطقة دي، وبالتالي مترجم للكثير من الأماكن اللي لازم تكون مواكبة للتطوير اللي هيحصل في منطقة العمارات. عشان كده هتشوفوا مع حضراتكم والكاميرا كمان وزملائي المحترمين المصورين هيجيبوا لحضراتكم الصور اللي خاصة بالعمارات على الهوية الإسلامية وعلى الطراز الإسلامي. حقيقة ده من الشكل الخارجي أو الواجهة. طيب جوه بقى، جوه برضو أكيد هنشوف مع حضراتكم كمان صور التشطيبات الداخلية، زي ما بنقول كده بالعامية سوبر لوكس، يعني حاجة كده يعني آخر تطوير وآخر يعني الاعتناء بالصورة بشكل كبير، وتفاصيل التفاصيل زي ما بنقول تفاصيل التفاصيل اللي موجودة جوه الشقق وجوه الغرف والريسبشن وكل حاجة ممكن تتخيلها. صور برضو هترجم لحضراتكم، عشان كده احنا نزلنا الموقع الميداني. مهندس محمد، يعني انا هسيب حضرتك تتكلم اكتر عن المجهود ده، مجهود العمارات والطراز الاسلامي الخارجي من الواجهه والداخل والتشطيبات السوبر لوكس، تفاصيل بقى الكواليس كانت اخبارها ايه؟
هو زي ما حضرتك شايفة، زي ما كنا واقفين هناك شفنا تقريبا الهيكل الخرساني كله خلص بنسبة 80% وشغالين فيه، وعلى طول شغالين بالتناوب. البند اللي بيخلص بنخش في اللي بعده على طول، يعني احنا دلوقتي شغالين في التشطيبات، بدأنا على طول في أعمال التشطيبات في جميع العمارات، في جميع العمارات اللي تم الانتهاء منها. حضرتك كل التشطيبات ديت ماشية على الطراز الإسلامي عشان تتواكب مع المنطقة الأثرية، المنطقة الإسلامية اللي احنا موجودين فيها دي حضرتك. طيب جوه بقى يعني التشطيبات نفسها، الدور كم شقة، الشقة نفسها كم أوضة، يعني محتاجين تفاصيل برضو للمشاهد الكريم. حضرتك العمارة هنا مسطحة على 600 متر، مسطح الوحدة السكنية اللي الدور على 4 وحدات، كل وحدة 120 متر، عبارة عن 3 غرف كبار وريسبشن ياخد غرفتين، ممكن ياخد سفرة وصالون أو سفرة وأنتريه. وعندي الوحدة كل وحدة فيها 3 حمام، حمام للضيوف وفي حمام فرعي وفي حمام رئيسي داخل غرفة النوم الماستر. التشطيبات والعمارات نفسها خدت من حضراتكم وقت قد ايه؟ حضرتك في ناس هنا متخصصين في اعمال الفرش واعمال التشطيبات، بتيجي وبتبص على الفرش دوت وبنعمل وبنغير وبنعمل وبنغير لغايه لما وصلنا للمرحله اللي حضرتك شفتيها دي. انت حضرتك كنت قايل لي من شويه ان هم 72 عماره تقريبا، 79 عماره. 79 عماره. طيب 79 عماره المفترض على اخر السنه ان احنا نشوفهم خلصنا بشكل كبير في المنطقه دي. ان شاء الله هيكون خلصناهم هيكل كلهم تقريبا. طيب التكلفة وصلت كام؟ والله احنا مش بنبص على التكلفة قد ما بنطلع الحاجة، كل حاجة بتاخد اي حاجة بتيجي ما بقاش نقول على التكلفة، لان احنا بنغير ساعات في التشطيبات للأحسن. فبالنسبة للتكلفة دي بتبقى اخر المشروع حضرتك. اللي جاي يسكن هنا الخدمات اللي هتكون موجودة في المنطقة المحيطة هتبقى ايه؟ كل حاجة موجودة حضرتك. انا عندي هنا 79 عمارة، هيتعمل هنا حضانة موجودة، في عندي مول تجاري، في كل في مسرح، في دار سينما، في 3 دار سينما، في محلات، في محلات للصناعات الخفيفة الحرفية الخفيفة، كل حاجة موجودة هنا، يعني كل الخدمات متوفرة موجودة هتبقى هنا. في عندي برضو هيتعمل مدرسة هنا، هتتطور مدرسة جنبينا هتتطور عشان خدمة المنطقة هنا. وفي كل حاجة ممكن أي حد يقدر يعني تخطر على باله هيلاقيه، كل حاجة موجودة في نفس المكان، مش هيخرج من المكان ده، هيلاقي كل متطلباته موجودة. في أي رسالة أخيرة حضرتك حابب توجهها أو تتكلم فيها أو تقولها للمشاهد الكريم؟ احنا بندعو الشعب المصري كله يجي يشوف المجهود اللي بتعمله الدولة في تطوير جميع المناطق العشوائية، سواء منطقة سور مجرى العيون أو منطقة عين السيرة أو مثلث مزبيرو. احنا حضرتك بنواصل الليل بالنهار عشان نخلص ونقضي على جميع المناطق العشوائية اللي موجودة في مصر. مهندس محمد دسوقي مدير مشروع تطوير سور مجرى العيون وعين السيرة، طبعا أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على توضيح يعني أهم المعلومات اللي خاصة بالموقع هنا اللي خاص بسور مجرى العيون. حقيقة بشكرك على مجهودك والله ينور زي دايما كده ما بنقول. شكرا جزيلا فندم، وربنا معاك إن شاء الله. شكرا فندم. شكرا فندم. منطقة سور مجرى العيون دي كانت جولتنا النهاردة مع حضراتكم، حاولنا على قد ما نقدر ان احنا نبين ليكم طبيعة المشروع وحقيقته على أرض الواقع. شفنا السور نفسه يعني ملمح أثري وإسلامي عريق وكبير جدا، والدولة قررت انها تطوره بشكل كبير. حاولنا ان احنا نشوف العمال أبطال مصر الحقيقيين اللي فعلا بيشتغلوا من قلبهم، وشفنا قد ايه روح العمل وطاقة العمل الموجودة في المكان. طيب الطبيعة بقى المعمارية نفسها، الطبيعة السكنية، العمارات السكنية أخبارها إيه؟ شفناها مع حضراتكم، شفنا كمان إيه المخطط بعد سنة إن شاء الله، عشان أكيد المكان هيختلف، يعني كل يوم أو نقول إيه كل أسبوع بيبقى مختلف عن الأسبوع اللي قبله من روح العمل وطبيعة العمل الموجودة. تقبلوا تحيات فريق العمل اللي بشكرهم جدا جدا على تعبهم الشاق جدا في الجو ده، الحقيقة التنقل من مكان لآخر عشان نوضح لحضراتكم الصورة، وتقبلوا تحياتي أي عبد الرحمن، أشوفكم على خير الأسبوع اللي جاي.